ما كفايه شرب لحد كده يا خالد، تقلتها قوي. يا عم تقلتها ايه؟ انا عايز افضل اشرب كده لحد ما انسى الدنيا باللي فيها كله. يا صاحبي ما تحملش نفسك اكتر من طاقتك. يا عم سيبنا بقى. قوم. ايه ده؟ راوية انت عرفتي ازاي ان انا هنا؟ السواق بتاعك هو اللي قال لي. انت عمال تتصرمح هنا ومش حاسس بالمصيبة اللي احنا فيها. يا عم مصيبة ايه بقى يا رد؟ كل حاجة تكبريها كده على الفاضي. قوم تعال عايزاك. خلاص خلاص يا مدام راوية عشان الفضايح، اتفضلي حضرتك وانا هجيبه. اتفضل ايه؟ اتفضل ايه وزفت ايه؟ كانت جوازة سودة. جوازة الهم والغم. اتفضل يلا قوم. يا عم سيبك منها دي مجنونة. معلش فوق بقى فوق. سوري سوري معلش معلش. يلا يلا على مهلك فوق. على مهلك. مش قادر تقف مش قادر تقف يا جو. هجيلك بكرة يا جو. ها مفيش بكرة مفيش بكرة، في شغل. حساب بكرة عند خالد يا جو. حساب عندي؟ اه. معقولة معقولة فوق بقى. قلت لك ما تقلقش يا صاحبي. بالراحة شكلنا سكرانين. بالراحة راجل. بالراحة على مهلك على مهلك. اه ذكرى قوي. بس بقى عامله ايه؟ على مهلك. ايه ده؟ ايه الضلمه دي؟ سالك النهار. انا اسفه اني هتعبك معايا، بس ما كانش ينفع اوديه البيت وهو متدهول كده. عمي لو كان شافك كنت قتله. هو مش معقول عمي يبقى في الهم اللي هو فيه والبيع عمال يسكر ويهلس ولا على باله. يا عم اسكر ايه وهلس ايه بس؟ ويقتل مين؟ اعمل لي كاس يا عم. لا مش وقت، تعالى بس نطلع فوق وهجيب لك. يا عم اعمل لي كاس بقول لك. هعمله لك واجيبه لك لغايه عندك فوق. تعالى بس معايا اسند عليا. هتعمل لي كاس؟ اه. طب ما تعمله دلوقتي. لا هجيبه لك فوق، اطلعك فوق بس الاول وبعدين اجيبه. ماشي على مهلك على خالد. يا مدام روية لا خليه هيحتاجه لما يصحى. اوكي طيب حضرتك تحبي تشربي ايه؟ انا مش عايزه اشرب حاجه، كفايه الهم اللي انا فيه. معلش البيت مش متوضب ومش قد المقام يعني. شكلك بتحب السفر. هو مين يعني ما بيحبش السفر؟ مراتك دي؟ لا دي بنت خالتي اللي في روسيا. وانت شغال ايه بالظبط؟ مفيش يعني شغلانه صغيره كده. كنت فاتح مكتب صغير على قد كده بتاع سياحه، شغال مع السياح النص كم يعني، وساعات بستضيفهم عندي. خيرت يعني. طالعه من بقك زي العسل. هي ما اسمهاش خيرتي، اسمها خارتي. بس خلينا في المهم دلوقتي. عايزك تاخدي بالك من خالد. انت شايف اللي هو بيعمله ده صح؟ خالد حالته النفسيه مش كويسه. لا يا شيخ، واحنا بقى اللي كويسين. صدقيني يا رويا خالد اطيب منه مفيش. كل الناس طيبة، بس مش معنى كده اننا نتحمل غباوتها ولا ايه؟ يعني انت مثلا لو كنت مكان خالد كنت هتعمل اللي هو بيعمله ده؟ مظنش. كل واحد وقدرته في مواجهة الأمور بطريقته برضه. خالد طول عمره بيهرب، ما تعودش إن هو يواجه. أنا اتأخرت. لما يصحى بكلمه.
أو بخلي البي يكلمني. نورتيني. أنا آسفة أوي على كل اللي حصل. أوعي تتأسفي، ده أحلى حاجة حصلت النهاردة عشان تقربنا من بعض. ألو مين؟ ازيك يا مدام روى؟ أنا هاني صاحب خالد. أهلا. لا أبدا مفيش حاجة. أنا خدت رقمك من على تليفون خالد. ليه، هو في حاجة حصلت؟ أبدا، أنا بس يعني حبيت اطمن عليكي، شكلك كان متضايق قوي ومرهقه، فكنت عايز اطمن عليكي انك وصلت بالسلامه. انا المفروض اصلا كنت انزل اوصلك بس ما قدرتش اسيب خالد لوحده. ميرسي قوي، انا كويسه دلوقتي. ان شاء الله اول ما خالد يصحى خليه يكلمك على طول. يا ريت يا هاني. اوكي استاذنك، انا هسجل نمرتك عندي عشان لو حصل أي حاجة يعني بخصوص خالد ده ببلغك على طول. ممكن، فيش مانع. تصبح على خير.